طيب يا ابو مازن اهدى، خلص انا بسألك وبفهم لك شو القصه. لا 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 ابدا، انا ما عندي فكره اذا جابوا لي عنا على القسم. ابو مازن لا تكون مفكر انه لي علاقه انا. خلص لا تخاف لا تخاف، ان شاء الله تكون الشغله بسيطه. اذا موجود عنا انا برجع بتصل فيك وبطمنك، حتى لو ما كان عنا انا راح لك اياه. ولو يا رجل ما في اي تعب. مع السلامة. مع السلامة إن شاء الله. مع السلامة. إن شاء الله تلحق يا سليمان تاخذ منه اعتراف. قلت لك في واحد شافك وأنت طالع بالسيارة من الحرم. الله وكيلك مو أنا. مو أنت؟ الظاهر أنت من الناس اللي منيحة ما بتنفع معهم. فواز نزلوه لتحت. قوم قوم قوم. هدول مليون ونص بس. وين المليون ونص التانيين؟ كان علي شوية دين. سديتي دينك من مصاريي؟ أيوة، فكرتي حالك نفدتي. مهلني 4-5 أيام وبدبر لك ياهن. ولا نص يوم. يعني إذا هلأ ما في معي منين بدي أجيب لك؟ أنا إذا طلعت من هالبيت أنت ما بقى ترجعي له، يعني رح تختفي. طيب وين بدي روح إذا ما قالي غير هالبيت؟ أنا شو بعرفني إذا كان عندك بيت تاني ولا لا؟ يا ستي وما عندك بيت تاني، ما بتقدري تتخبي بشي اوتيل بالبلد؟ مصاريك رح يرجعوا لك لانك طلعت اشطر مني. لهلا انت اشطر مني. والحل؟ مضطر صدقك، بس مو بعد 4-5 ايام، يمكن اقل. خلينا على تليفون. ولا على تليفون، كل يوم مثل هالوقت بدي مر لعندك. شو بدهم يقولوا الجيران إذا شافوك فايت طالع لعندي؟ قصدك جارك اللي مواجهك؟ بكرة بكرة تعاخدهم. بكرة؟ أنت مصر تاخدهم وأنا مجبورة أعطيك ياهن. بدون أي غش أو خداع؟ فك لي إيدي. نوال أنت لهلا ما بتعرفيني منيح. يلي عرفته عنك بكفي اني رجع لك المصاري. اعمل لك في كل ايدي. حاضر راح افكر لك يا هون. وهلا احمل شنطتك وطلع من بيتي. رح اطلع، بس انت وعدتيني بكره، يعني بكره. واخيرا فدت بالعربي، خلصت الفحص. يا الف نيالك يعني الدوشه. تصدي انا بقيان علي 3 مواد وكل مادة اقعن من الثانية. جهاد اتركنا شوي. اذا بدكم تحكوا حديث خاص روحكوا بغرفتكم. جهاد اول مرة بشوف بنات عم يتحكموا بالرجال. شو مشان اشرف؟ لك شو بيعرفني انت شو مشان طارق؟ غير أقوالك ولا شو بدي غيره؟
نصيحة يا سيد مازن، لهلأ ما حدا مد إيده عليك، بس إذا بلشوا فيك ما راح يتركوا فيك ولا عظمة صار. أنا راح أتركك كمان ساعة تفكر، بعدين زنبك على جنبك. بصراحة سيدي خلال استجوابي طويل له شعرت إنه مذنب، بس ما قدرت خليه يسلمني طرف الخيط. إذا ما اعترف اليوم ما لازم خلينا معنا هون. مشان أبوه؟ لا، مشان المنطق والقانون. إذا ما قدر نمسك عليه أي شيء فلشو خلينا معنا هون؟ كمان مشان أبوه. حسيت إنه هو عم يحكي معي قلبه عم يتقطع عليه خوف. وغير إنه أبوه صديقي، هو رجل بنحلف بأخلاقه وبسلوكه. وبالمناسبة هو اللي أعطاني طرف الخيط اللي سلمتك إياه واللي حضرتك ما قدرت تتابع فيه. وإذا ما قدرت تكون أقوى منه أنا مضطر أخلي سبيله. سيدي أنا نزلته لتحت ليخاف شوي ويراجع حساباته، وبعدين بعثت له من يخوفه كل دقيقة والتاني. ما بعرف سيدي، عندي إحساس إني بجولة تانية راح أخليه يعترف بكل شيء. يعني أنت ميال على إنه هو اللي سرق السيارة؟ سيدي أنا عم استنى يصير له بالزنزانة 5 ساعات ليكون انهار، يعني بشوية شدة ساعتها عندي أمل إنه يعترف. إذا ما اعترف بتخلي فورا سبيله. حاضر. أنا خايف يكون مازمة النزار جيل ما بنحذر عليه. هذا جيل بده تكتيك جديد لحتى تقدر تاخذ اللي بدك إياه منه. ما بقى معنا لا كار سيارات ولا بغير كار. طب يا حبيبي خلينا نعرف بالاول ليش اخذوه. بدون ما نعرف، حتى لو ما كان بسبب سيارة ابونا نادية اكيد في سبب تاني. تعرف ليش؟ لانه مازن ولد مو رجال، والولد كل يوم ممكن يغلط غلطة. معقول نخليه طول حياتنا معيشنا على كف عفريت؟ طيب نستنى؟ ما راح استنى، حتى لو ما طلع عليه شيء انا ما بقى بدي اياه. واذا انت مصر عليه انا مالي مصلحة معك انت كمان. اسمع لك شغلة حتى ترتاح مو بقى تسألني. مازن شغل بهالمحل ما بقى له، انا راح اقول لابي قلعه. بس كافي شاي. كانك معصبه شوي. خير يا من انت ما تغير معي صح؟ ليك انا مالي لاحش حالي عليك، انت اللي حكيت معي اول مره، وانت اللي اصريت يكون في بناتنا علاقه. مزبوط مزبوط. صار لك كذا يوم عم تحكي معي بلا نفس، بقى فيك تحكي معي بوضوح وبصراحة؟ إذا حكيت معك بصراحة ما بتزعلي؟ لا احكي، لا تخاف كتير على زعلي، احكي. أكيد. ليك يا من أنا كرامتي فوق أي شيء. أنا ما بنكر إني أنا حبيتك، وبس لقلك شغلة، لا كتير تخاف على دراستي وعلى فحصي. أنا اليوم صحيح كنت متوترة شوي، بس جاوبت منيح بالأسئلة وكل الفحوص اللي مرقت جاوبت منيح فيها. بقى لا تقلق على دراستي، دراستي شي وعلاقتنا شي تاني. ليك قلي إنه ما في نصيب بيناتنا وخلصني. صحيح رح اتضايق بس رح حس إني أقوى وأحسن. احكي. بصراحة أنا في حكي من زمان كان بدي لك يا بس ما عم يطلع وما عم بقدر أقوله. ما بدك إياني؟ أرجوك لا تنفعلي. ما بدك إياني؟ جوانا صدقيني أنا بحترمك من جوات قلبي. بتحترمني؟ قديش في فرق بين الحب والاحترام؟ وبحبك، بس حب يعني حب صديق لصديقته ومعزي قد الدنيا كلها. والله قلبي كان حاسسني. أنا آسف. هلأ صرت صديقتك. أنت أصريتي أن أكون صريح معك. تقوم تذبحني؟ جمالي ولا يهمك غصبا عني. احكي، المهم ما تكذب علي. يعني كمل؟ طبعا. لك اوعك تكون مفكر اني رح ارمي حالي تحت اي سيارة لانك تركتني. لا يا يامن، جمانة اقوى من هيك بكتير.
بعدين أنا أساساً كنت مترددة بموضوعنا، كنت حاسة إنه علاقتنا ما رح تطول كتير، ولذلك كنت عاملة حسابي إني ما أهتم. ولذلك فيك تحكي كل شي بدك إياه، ويلعني يا يامن إذا بزعل هالقد. جمانة، أنا غصباً عني حبيت وحدة تانية. وانت عم تحبني ولا قبل ما تحبني؟ وانا بحبك. ايش كم قلب لك؟ واحد. وهالقلب قدر يحب وحده تاني هو عم يحبني؟ اسألي، الواحد ما له سيطره على قلبه. مزبوط كلامك، القلب ممكن يحب وحده، عشره، ميه، الف، بس بالاخير بيضل وحده بس فيه. هالوحدة أكيد مو أنا، مو؟ للأسف. هالوحدة وحدة من زباينك ولا من جيرانك ولا من قرايبينك؟ من قرايبينك. أماني أختي الصغيرة؟ لا بإرادتي ولا بإرادتك. أماني يا من؟ لك أنا اللي كنت عم كذب على حالي وعم أقول لحالي أنت وحدة مجنونة وبتغار كتير؟ لك طلعتوا بتحبوا بعض؟ جمانة اهدي واسمعيني. لك لسه عندك شي تاني تحكي؟ جمانة ما ترفعي. خلاص لك خلاص، انت طلعت واحد حقير واماني احقر منك. شايفتك مبسوطة كتير، أكيد عاملة شي مهم بالخص. طبعا الحمد لله. الله يعطيكم العافية. أهلين أبو مازن. شلون طلعتي فحص العربي بابا؟ ناجحة، ما في كلام، إجاني موضوع حافظته بسط. يعني متفائلة بالنجاح؟ 80% بإذن الله. وأختك جمانة كيف فحصها؟ جمانة لسه ما أجت من الجامعة، بس جمانة ما بينخاف عليها. والله أنتم ما بينخاف عليكم، الخوف على مازن. كيف ركبتك؟ لا الحمد لله، صار لها 3 أيام ريحتني. أفكر بكرة أنزل بالسيارة. هل كنتي بتقاسي؟ أي بابا، توكل على الله. لا خليه يرتاح له كم يوم. لك عم بلي خلاص راح يتبح. مشان الله لا تحسد حالك أبو مازن، لا تحسد حالك. والله معك حق، ما لازم أحسد حالي. شو؟ أكيد هذا الإنزال تبعها، أكيد بدها تجي. خلوني أخبرني. بسم الله الرحمن الرحيم. يجوز الإنزال كاذب. إن شاء الله. ما رح أصرخ، الألم. بابا. بابا خير. شوفي رجعت. لا بلشت تروح. على مالكم. وليها راحت. لا تخافوا بابا، لا تخافوا. شيخ البيت. السيارة؟ بلا، بدي اشوفها.